صباح الفل على كل متابعي التلفزيون اليوم السابع. احنا معكم الان من سوق المواشي في مدينة بنها بمحافظة العليوبية. طبعا النهاردة السوق شهد اقبال وزحام كبير جدا جدا جدا، سواء من التجار او المربين او المزارعين اللي بيعرضوا يعني مواشيهم، سواء من الابقار والجاموس والضاني والبتلو في السوق النهاردة في اخر سوق للمواشي في مدينة بنها قبل ايام قليله جدا جدا من حلول عيد الاضحى المبارك. يعني كل سنه وحضراتكم والجميع بخير يا رب وصحه وسعاده، ويعود علينا العيد والعيد علينا وعلى حضراتكم بالخير. طبعا النهارده السوق شهد اقبال كبير جدا جدا من التجار لعرض يعني بضاعتهم، وايضا على المزارعين من المزارعين والمربين لعرض بضاعتهم وشرائها من قبل المضحين النهارده ان شاء الله في عيد الأضحى المبارك المقبل. طبعا الأسعار استعرضناها منذ لحظات قليلة جدا من أو مع التجار هنا في السوق، وخاصة أسعار الضاني اللي احنا موجودين مع حضراتكم أمامها دلوقتي في منطقة السوق المواشي في مدينة بنها من أكبر أسواق الدلتا. النهاردة أسعار الضاني وفقا للتجار بدأت من يعني بالنسبة للخراف بدأت من 85 وحتى 90 جنيه للكيلو الواحد، أما بالنسبة للماعز فيبدأ الماعز الكيلو منها من 100 جنيه حتى 110 جنيه للكيلو الواحد. طبعا الأسعار النهاردة من داخل سوق المواشي في مدينة بنها يعني استعرضناها في لايفات وبثات مباشرة مع حضراتكم أخرى من داخل السوق، واللي شهدت أن الأسعار كانت النهاردة كانت متناسبة جدا جدا من قبل التجار والبائعين والمربين. طبعا يعني النهاردة يعني الأسعار كانت في المتناول الجميع، وأيضا زيادة كبيرة جدا في عدد المعروض من كافة الأصناف سواء الأبقار والأغنام والماعز هنا في السوق. بدأ الأهالي في الإقبال على الأغنام والضأن نظرا يعني عدم تأثرها بمرض الحمى القرعية، يعني اللي شهد يعني ويوجد محاولات مكثفة وكبيرة جدا جدا من قبل الطب البيطري بالمحافظات المختلفة لمواجهة هذا أو انتشار هذا المرض من خلال حملات التطعيم للماشية على مدار الأيام القليلة الماضية. طبعا يعني أسعار بالنسبة لأسعار الماعز والضأن يعني شهدت زيادة طفيفة جدا نظرا طبعا لعدم تأثر هذه النوعية من الماشية بعيد بهذا المرض. طبعا هنا هنا بيتم استعراض احد على الطلاب الحين صرف 70 اقول لك ايه، انا مطلع لك لحم حنظمه كل شيء لو استغفر الله اوعى الفاضي يا واد على راي اللي بيقولوه، مطلع لك حاجه مش موجوده اساسا اهو اوعى كده يا باشمهندس صلوا على النبي الله في العيد. طبعا كيلو لحوم الخراف تتراوح من 85 وحتى 90 جنيه للكيلو الواحد، اما بالنسبه للماعز فتبدا زي ما قلنا لحضراتكم من 100 جنيه للكيلو حتى 110 جنيه للكيلو. يا عم انا عارف انت مش المعلم ابن معلم، تعالى هنا
وانا بغير عليك سيبك من الشغل ده ولا نفسي بكذب لك اهو ما انا بقول لك اربع سنين ابن سنتين الحلال بتاع ربنا لا اله الا الله طبعا ده اخر سوق للمواشي في مدينة بنها بمحافظة الإليوية واللي يعد من اكبر اسواق الدلتا في محافظة الإليوية هذا يعني هذا العام طبعا قبل ايام قليلة جدا جدا من حلول شهر من حلول عيد الاضحى المبارك طبعا كل المضحين واللي بيناوين ان شاء الله يضحوا حرصوا على التوافد للسوق هذا الاسبوع لشراء الاضاحي الخاصة بهم وتعرف على الاسعار طبعا قبل أيام قليلة جدا جدا من حلول عيد الأضحى المبارك. احنا كنا معكم من سوق المواشي في مدينة بنها لاستعراض الاسعار وكنا معكم من جانب اسعار الضأن هنا في سوق المواشي في مدينة بنها كان معكم ابراهيم سالم مدير مكتب اليوم السابع بالاليوبية شكرا للمتابعة.